طيب حبايبي، واخر شيء نشوف مع بعض فقرة جيم. طبعا انا حليتها، اول شيء بديت بالاحاد 7، ضربتها في الاحاد 9، في العشرات 2، في الثلاث المئات 7 في 9 63، حطيت الاحاد تحت والعشرات في اليد اللي هي 6. بعدين ضربت 7 في 2 14، بضرب بعدين بطلع اذا في اشي باليد بجمع، بضرب بجمع 7 في 2 14 و26، حطيت 0 في اليد 2، بعدين 7 في 3 21 و2 في اليد 23. طبعا زي بعدين شو بنعمل؟ بنشطب الاحاد، بنشطب باليد القديمة وبنزيد الصفر، بنحطه مكان منزلة الاحاد لاني حبدأ اضرب في منزلة العشرات فما حستخدم منزلة الاحاد. بعدين ببدأ أضرب 1 في 9 9، كتير حلو الضرب في 1، 1 في 2 2، 1 في 3 3، بتأكد إني مرتب وأنيق وأعدادي تحت بعض مرتبة، 3 تحت الصفر، 0 تحت 9، 3 تحت 2، 2 تحت 3، وبجمع 3 مع 0 3، 0+9 9، 3+2 5، 2+3 5. جوابي 5593. طبعا حبايبي بعد هيك الواجب رح يكون عليكم، طبقوا لي على الكتاب دال هاء واو. طبعا سؤال 2 طالب مني احل الفروع دال هاء واو من السؤال السابق بطريقة اخرى. زي ما ذكرت انا ما بهمني الضرب انه بعدة طرق، انا بهمني الطالب يتقن الضرب، يحفظ جداول الضرب. بالنسبة لي انا بشوف هاي اسهل طريقة في الضرب اللي انا من زمان اخذتها، واكيد حتى حضراتكم ماخدينها من زمان. هذه اسهل طريقة في الضرب، ما بتلخبط يعني حلو الطالب يتعود عليها دايما. فاهم شيء انا عندي يتقن طريقة في الضرب ويعرف يوجد لي ناتج الضرب بشكل صحيح، تمام. ففرع 2 مو مطلوب، يعني اهم شيء حل اللي دال هاء واو بنفس الطريقة اللي استعملتها قبل شوي، زائد اللي هو التحدي 2 والتحدي 3 صفحة 31. طبعا اللي بحل التحدي 3 له بونص لانه في فكرة حلوة وجميلة. الواجب راح استقبله على التيمز زي ما حكينا، واصلح للطلاب هناك اجابة كل طالب واشوف الخلل اللي عند كل طالب. شكرا لكم، يعطيكم الف عافية.